مشاهدينا اهلا بحضراتكم. كلام كتير الفتره اللي فاتت عن اسعار الذهب في مصر، ايه اللي بيحصل؟ الاسعار زادت، كسرت 3000 جنيه، 3300 جنيه، رجعت تاني نزلت 3100 جنيه، يعني نزلت 200 جنيه او اكتر. شويه تذبذب في اسعار الذهب ومحدش بقى عارف الدنيا ماشيه ازاي او الاسعار رايحه على فين. عايزين نعرف اكتر عن تفاصيل سوق الذهب وايه اللي بيحصل فيه. مشرفنا ومنورنا هاتفيا مهندس نادي نجيب، عضو شعبه الذهب بالغرفه التجاريه. برحب بحضرتك يا باشمهندس. حضرتك واهلا بالساده المشاهدين. باشمهندس نادي، لو تكلمنا النهارده ايه اخر تحديثات في اسعار الذهب، اخباره ايه؟ هو حاليا وصلنا عالميا ل 2065 دولار للوئيه. 2065 دولار. 2065، ودي بتشكل عندنا دلوقتي بالنسبه لعيار 21 وهو الاكثر مبيعا في مصر 3000 و130 جنيه. تمام. 3130. تمام. وطبعا السعر مش مستقر، مذبذب، وده طبعا للعوامل الدوليه، لان الذهب سلعه عالميه وبتتاثر بالاحداث الدوليه عموما وبحاله السلم وحاله الحرب، فطبعا هو هيفضل مش مستقر كده. ده طبيعه المعدن الكبير. مفهوم. طيب يا فندم، لما كان ب 3300 جنيه من يومين مثلا، هل كان سعر الأوقية في الذهب عالميا كان أعلى من 2065 ولا كان برضو نفس السعر والسعر اللي متغير عندنا؟ لا، كانت أعلى شوية الحقيقة، كانت وصلت ل 2080 و 2075، كانت بتتذبذب بين ال 70 وال 80. يعني حضرتك شايف إن السعر اللي عندنا ده سعر طبيعي مقارنة بأسعار الذهب عالميا؟ ده طبيعي صح، لأن إحنا سعر الأوقية العالمية ده بيتطرب عندنا في سعر الدولار في السوق الموازي، فبيديني السعر المحلي اللي أنا بقوله لحضرتك ده اللي هو 330. طب سوق الذهب، خليني أكلم مع حضرتك، سوق الذهب عالميا أنتوا شايفينه رايح على فين؟ بيتأثر بإيه ورايح على فين؟ هل هو طالع، سوق الذهب نازل؟ شايفين الدنيا شكلها عامل إزاي بره بدل إحنا بنتأثر بسوق الذهب بره؟ هو دلوقتي برضه في حالة صعود، لأن هو كان ما بيتعداش ال 1970 1980، دلوقتي تعدى ال 2000 دولار ووصل ل 2080 و85 وابتدى يهبط تاني شوية. فده طبعا تبع للأحوال الدولية، لأن في هو السلعة اللي بتتأثر بالأحداث الدولية مباشرة. يعني ما نقدرش نقول ان الذهب هينزل عندنا او هيطلع، الله اعلم، دي مش معلومة. مش معلومة. احنا دلوقتي بنتأثر بالبورصة العالمية نمرة واحد، وبنتأثر بسعر الدولار في السوق الموازي. بالظبط. وده مهم جدا جدا، لان هو ده على اساسه بتتدرب سعر الأوقية علشان يديني السعر اللي هو المحلي. طيب يا باشمهندس نادي، هكلم حضرتك بلغه اللي بيسمع حضرتك دلوقتي، يعني وعارف اسم حضرتك في السوق عامل ازاي، وبيقول دلوقتي يا باشمهندس نادي انا معايا ذهب في السوق وكنت شاريه بسعر قليل، دلوقتي ده السعر ده مناسب ان انا ابيع ولا استنى شويه ولا اعمل ايه؟ لو محتاج سيوله يبيع، لو مش محتاج سيوله يقدر يبيع جزء منه، يعني يبيع نص الكميه على اساس انه هو لو عبط يقدر يشتريها تاني ويعوضها، طلع يبقى عنده الباقي الكميه اللي موجوده معاه تعوضه عن الزياده اللي حصلت، بس ما يجذبش بكل، يبقى ماسك العصايه من النص، ما يعني ما يجذبش بكل اللي معاه، ما يجذبش بكل اللي معاه. الله ينور. طب واللي شايف بقى، مفهوم. طب واللي شايف ان الذهب فاته القطر بتاع ان هو يشتري ذهب من زمان جدا والسعر عمال يطلع لغايه لما وصل للاسعار اللي احنا معانا النهارده، يشتري اليومين دول ولا خلاص بقى اللي اشترى اشترى من زمان؟ لا، ما هو يعني حضرتك كل وقت وليه اداء معروف. يعني النهارده السعر 3130. بالظبط. ما هو قابل للزياده، يعني ممكن قوي قوي يوصل للثلاثة وخمسمائة، خصوصا في دخول العام الجديد، خصوصا ان البنوك موحدة يعني او ما زودتش سعر الفايدة على الشهادات وعلى الاسهم والمستندات،
طبعا يعني يا نادي بنقدر نقول ان الذهب دلوقتي باختصار او من الاخر هل هو اصبح الملاذ الاخير للمواطن دلوقتي؟ لا مش الملاذ الاخير، ما في يقدر يستثمر فيها. لو عنده فكره مثلا عن استثمارات اخرى زي العقارات مثلا ممكن يستثمر فيها، يعني مش هو الذهب هو الملاذ الامن الوحيد. طب يعني في ناس بتبقى مقتنعة بشهادات البنكية وبيحط فلوسهم في البنوك وما بيخشوش في خطره يعني أو يعني ضربه في الذهب، يعني الذهب ممكن ينزل جامد أخسر أو ممكن يطلع جامد أكثر، ما هو الله أعلم. يعني في ناس ما بتحبش المجازفة فحط فلوسها في شهادات و مفهوم مفهوم. أنا بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا على التوضيح والمعلومات القيمة دي، المهندس نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده كان كل ما يتعلق بأسعار الذهب محليا وعالميا الآن وآخر التحديثات المتعلقة بسوق الذهب ولما تأثر الذهب بهذا الشكل ومعلومات عن شراء بيع الذهب، كل ده كان في تغطية قدمناها لحضراتكم دلوقتي من تلفزيون يوم السابع. أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.